ضعف تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر الموسم الماضي كأول بطولة في تاريخه من المسؤولية على إدارة الفريق التي تسعى لإضافة المزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد على المستويين المحلي والإفريقي. ورغم السياسة التي اتبعها النادي في السنوات الماضية بالتعاقد مع الأسماء الرنانة بأرقام ضخمة، اختلف الوضع هذا الموسم واكتفى بتدعيم صفوفه بالثلاثي طارق علاء من سموحة لتدعيم الخط الخلفي، وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما من الإسماعيلي والزمالك لتعزيز الخط الأمامي، مع حفاظه على نجومه المتميزين كالحارس أحمد الشناوي وأحمد سامي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي والكونغولية فاستون مايلي، لكنه استغنى عن عدد من اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم النجم الكبير أحمد فتحي. وعلى خطى بيراميدز سار كبير العائلة البترولية نادي أنبي بتعاقده مع محمد سمير مدافع طلائع الجيش وشيكو محارب من غزل المحلة وتخليه عن عدد من عناصره الأساسية، وعلى رأسهم محمد حمدي للزمالك والحارس عبد العزيز البلعوطي للبنك الأهلي ومروان داوود للاتحاد السكندري، بعد أن قدم أداء جيدا الموسم الماضي وتمكن من الصمود تحت الأضواء مع مديره الفني سيد ياسين. ومع عودته لدور الكبار تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك، عزز غزل المحلة صفوفه بعدد كبير من اللاعبين على رأسهم الحارس المخضرم عامر عوضا عن فشل ضم محمود الزنفولي، بالإضافة لمحمد حمدي زكي وأحمد حكم وإبراهيم حسن والغني حميد عبد الفتاح لاعب نيام الغاني، واستغنى عن عدد آخر أبرزهم عبد الرحمن عاطف أجويرو لاعب المنتخب الأولمبي السابق.